السلام عليكم ومباشره الى البصره موجه المظاهرات في البصره سارت نحو منحا خطير مؤخرا بعدما يزيد من شهرين على انطلاقها وتمثل ذلك بالمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالعشرات بين الطرفين إلى جانب الخسائر المادية حينما قام المحتجون بإضرام النار ببناية ديوان المحافظة أعطينا أكثر من عشرة شهداء غير الجرحى الذين تعرضوا إلى الضرب من قبل القوات الأمنية لكننا قضيتنا قضية حق قضية شعب ولذلك نحن مستمرون بهذه القضية مهما ازدادت غضة القمع علينا وما زاد من الغضب الشعبي نكث الحكومة بوعودها كما يقول المتظاهرون فلا حلت مشكلة البطالة والخدمات بل تفاقمت الأزمات بعدما فتك في البصرة العطش وتلوث المياه وما نجم عنهما من إصابات بالتسمم بين المواطنين ما جعل البصرة تقف على عتاب وباء الكوليرا المي أصبح لا يطاق أرقام قاعد تصير مهولة ما أعرف شنو قضية ما أعرف يعني ما أعرف والله ما أعرف القضية يمكن أكثر من واحد بأكثر من الخليج العربي احنا شو نسوي بالحاله هاي لازم نسولف النحله نقص في الادويه نقص في الكوادر الطبيه من هذا المكان احنا نطالب الحكومه العراقيه والحكومه المركزيه باقاله رياض العيداني الدكتور رياض العيداني مدير صحه البصره وكذلك احمد حنون مدير بيئه البصره وكذلك مدير المجاري وتعاظمت المشكله في البصره بالاونه الاخيره حينما واجهت القوات الامنيه احتجاجات اهلها بالرصاص الحي والغازات المسيله للدموع وهذا ما دفع بالمظاهرات للخروج عن سلميتها بحسب مراقبين السلمية التي رفعها متظاهرو البصرة للأسف الشديد قبلت وجوبهت بآلة عسكرية وبإطلاقات نارية حية أدت إلى ما أدت إليه من نتائج سلبية اليوم على أرض الواقع والعنف لا يولد إلا العنف وتفي قيادة العمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بل تتهم مجموعة مسلحة بإطلاق النار عليهم لم تقوم القطاعات بضرب المظاهرين ولذلك أمام المحافظة لم يكن هناك أي جريح وأي مقتول أمام المحافظة ولذلك فقط استخدمت معالجه معالجه حالات الشغب، نحذر من قيام بعض المجموعات باستخدام عصاباتها لغرض اغتيال المواطنين واشعال الفتنه داخل محافظه البصره. وفي ظل الاوضاع البالغه التعقيد هنا، تعالت الدعوات الى ضبط النفس والتهدئه بهدف منع اراقه المزيد من الدماء. لبرنامج حديث النهرين على الحراء، سعد قصي مدينه البصره. شكرا للزميل سعد آه وللحديث على البصره ومعاناه البصره معي اهل البصره معي آه النائب رامي السكيني من آه كتله سائرون مرحبا بك سياده النائب اهلا وسهلا ومعي بيك. الشيخ عماد البزون آه شيخ عشائر البزون في محافظه البصره مرحبا بك شيخنا اهلا وسهلا نعم ومن البصره معي الناشط والمحامي الاستاذ حسن سرحان مرحبا بك آه اخ حسن اهلا وسهلا استاذ استاذ رامي سمعنا قائد عمليات البصره حذر البعض من استخدام السلاح من بتقديركم البعض هل هنالك جهات فعلا مسلحه تعمل مع المتظاهرين لخلق حاله من الاشتباك؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البدء اقدم شكر الامتنان لكادر قناه الحره العراق <applause> <applause> شكرا لك والكادر المميز ضيفك الكريم الشيخ عماد البزون المتميز والاستاذ حسن سرحان في في البدء نحن يجب ان نكون ننطلق الى مقدمه قبل هذه المقدمه او قبل هذا الموضوع وهو لماذا آلت الامور اليه عشان نتحدث عنه في جيد. الاجزاء جدا لأحبة. جيد اللي ما يستخدمه قائد العمليات من تصريحات هي استهلاكيه كون انه قائد متلكئ منذ بدايه الازمه أوه. ولم يحتوي الازمه الامنيه لا هو ولا القائد الشرطه ولا الاجهزه الامنيه الاخرى أوه. عندما كانت سلميه الوضوح ولم تستغل من اي طرف اي جهه سياسيه او خارج السور العراقي داخل السور العراقي وجدنا اثنين من الذين ضحوا من اجل التظاهرات في شمال البصره أوه. فتحوا تحقيق استهلاكي لم ياتي باي نتائج أوه. ثم آلت اليه الامور ان يكون هذا التزاحم اليوم جدا طبيعي ان تستغل بعض التظاهرات حتى في الدول المتقدمه وان تدخل بها المكاسب السياسيه والجهات الحكوميه واللا حكوميه وخاصه العراق والبلد المفتوح من كل الاصعده ومن كل الجوانب اليوم ثقافه التظاهر حق مشروع للمواطن البصري لكن صارت اللعبه واضحه عند في العراق اليوم اذا اردت ان تضرب تظاهره زج بعض المخربين بعض المندسين يسيسون هذه التظاهر حتى يكون العذر والمبرر من للاقتناص منهم أوه. أوه. اليوم الطيف البصري هو مختلف القناعات مختلف الثقافات مختلف الأصعدة طالب بحقه المشروع أوه. فمو بالضرورة الكل يدخل إلى الدوائر ولا يعبث أو كده. قد تكون ردة فعل طبيعية قد يكون عقل جميل، قد يكون حماس ثوري شعب غاضب وناقم على الحكومه المحليه والاتحاديه، في. كون استغله وتجوهله واستخف به، استخف بروحه ودمه. في. الدليل اللي جابه انه القوات الامنيه توجه الرصاص على الرؤوس. أوه. وهذه سابقه انذار خطيره. أوه. اليوم عند لقائنا بالامس مع رئيس الوزراء، يا قلت له عندك خراطيم ماي، يقول لي ما عندي. يا عندك مثلا بعض الوسائل اللي شنو؟ تزيح المتظاهرين عن ماده العنف. وهذا مستخدم حتى في الدول الغير ناميه مو بالناميه ما عنده يعني عندك فقط الرصاص الحي أوه. وفقط اليوم المؤسسه الامنيه تعاتب والأجهزة الأمنية المقصرة فقط نحن ما يسقط من الطرفين هو خسارة للعراق أوه. أعتقد ما يسقط من الخندقين هذا عراقي وهذا عراقي وحرام ودمه حرام وهو يخلق لنا الأسى صراحة ويدخل على قلوبنا الحزن لكن لا. اساءه استخدام المؤسسه الامنيه كان واضحا منذ البدء. طيب شيخ عماد أه يعني بالتاكيد من من عشرة جلابك ايضا خرجوا مع المتظاهرين شلون تشوف قضيه اطلاق النار المباشر انت مع ما ذهب اليه النائب رامي ان هنالك اساءه من المؤسسه العسكريه ما المؤسسه العسكريه ايضا تقول لك احنا هم انضربنا وهم صار ضحايا من المؤسسه العسكريه بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك سيدي الفاضل وشكرا لحضور الاستاذ النائب رعب السكيني وشكرا للضيف استاذ حسن حقيقة يؤلمني عندما أتحدث عن واقع البصرة وتصل الحالة إلى بعض الإطلاقات وسقوط الشهداء والجرحى وكل الطرفين هم أبناؤنا وأخواننا وهذا محزن ولكن من دفع هذا العمل لذلك هو الغليان الحقيقي لماذا تهمش البصرة خلال هذه السنوات الماضية هل هي تقصير الحكومات أم هو تقصير المواطن البسيط <applause> نعم بالتأكيد تقصير الحكومات القائمة التنفيذية والتشريعية وبعض من تنسم تسنم المراكز الحيوية ولم يبدي شيء تارة بحص... بذريعة الميزان شاركتم <applause> شيوخ عشائر بالمظاهرات شيخ؟ بكل تأكيد كل عراقي وكل بصري يشارك ولكن هنا نوع المشاركه، تارة شباب متحمس يعمل بآلية غير لائقه، وتارة بجانب تنسيقي طيب ليش ما ومنظر... كنتم وياهم انتم حتى يعني تمسكون القصه يعني. نعم صرنا وياهم وصرنا بلجان تنسيقيه، ودعيت انا شخصيا بتشكيل مجلس شراكه عبر بعض الفضائيات اللي خرجت عليها خلال الاسابيع الماضيه، وطلبت مشروع الشراكه، وهذا يعمل في اوروبا وفي كل مكان، ان كان المجلس المحافظه او اداره المحافظه المحافظة تخفق في ذلك فنحن نشكل مجلس رديف ليس للتطبير والتشهير في عمل الموظف المختص ولكن في حالة إنقاذ وإسعاف هذا الموظف فأطلب الجاهدين ومشكورة كل النقابات اللي موجودة البصرة من اتحاد رجال الأعمال ونقابات العمال والمحامين والحقوقيين والأدباء فكلهم جمعناهم على أساس أنهم رموز وطنية وحقيقية وفاهمة للعمل المهني وبالتالي حتى نفرز إنتاج جيد ولكن يعني يعني شنو الافراز الجيد؟ يعني تعتقد لو بقيت التظاهرات سلميه مثلا راح تكون اكو استجابه مثلا؟ ممكن اكو استجابه ممكن احنا في نفس الوقت انا طلبت من بعض الجانب الديني قلت في هذه الايام القادمه هو راح يكون يوم عاشوراء وشهر عاشوراء فبهذه الايام عندما نقول هيهات من الذله وبكائنا على الامام الحسين عليه السلام فلنخرج للاصلاح وننصب هذه المواكب والعزاء للاصلاح فالمؤلم هو عدم تجاوب من الدوله بذريعه لا يوجد ماده ولا يوجد امكانيه ولا يوجد الى متى ننتظر؟ طيب استاذ حسن لماذا بتقديرك آلت الى ما آلت اليه التظاهرات يعني مواجهات جرحى ضحايا من القوات الامنيه ومنكم ايضا لماذا وصلت الامر الى هذا هل هو التصاعد الدرامي لقصه التظاهرات هل هو الانفعال المتزايد مع الشعور بالياس التام لدى المتظاهرين من ان يتم الاستجابه لمطالبهم لماذا عمليات الحرق في مؤسسات الدوله شكرا استاذ فلاح اولا تحيه لك ولضيفيك الكريمين الاستاذ رام بسكيني والشيخ عماد البزوني بدايه اود ان اعزي نفسي واخوه المتظاهرين جميعا وجميع غيار البصره وغيار العراق على التحاق كوكبه من شبابنا الخيرين إلى فضاء الحرية والمجد والخلود أه يعز على نفسي أن أقول بأنهم سقطوا لأنهم ارتفعوا ارتفعت أسماءهم إلى فضاء المجد والخلود وهؤلاء هم امتداد إلى ثوار وشهداء ثورة الشعيبة والزنج والواحد وتسعين وعزي ذوي الضحايا وأتمنى أن يلهمهم الصبر والسفان نعم أستاذ أود أن أوضح نقطة ربما تكون مرتبطة بسؤالك تطرق إليها الشيخ عماد البزوني. مسألة التصعيد لم تكن من قبل المتظاهرين، بل بالعكس منذ 2008 إلى يومنا هذا ونحن نتظاهر مظاهرات سلمية، ولم يخطر ببالنا يوم أن نستخدم العنف ضد القوات الأمنية أو ضد مؤسسات الدولة. ولكن التصعيد الاخير بدا في يوم الجمعه في يوم الجمعه تحديدا عندما امر قائد عمليات البصره باطلاق العيارات الناريه على المتظاهرين فاستشهد احد شبابنا عفوا الاستشهاد كان بالامس او الامس ولكن في الجمعه السابقه كان التصعيد عندما استخدموا جميع الأسلحة لقمع التظاهرات وبعد ذلك عدنا أيضا بتظاهرات سلمية ولكن أمر أيضا قائد العمليات أصر على أن يستخدم العنف واستخدام جميع السلاح المتاح لديه لضربنا وقمعنا مما سقط أيضا بعض الجرحى وبالبارحة كنا شهود على قواته وايضا سمعناه ينادي بال... بال... بال عبر وسائل التواصل بينهم في الحاكيات بانه يامر باطلاق العيارات الناريه مباشره، استخدموا جميع وسائل العنف امامنا، استخدموا حتى حتى هذه الغازات التي تستخدم في الاطلاقات الغازيه، هذه هذه خطره جدا لانها منتهيه الصلاحيه، وعندما ما تنتهي الصلاحيه تكون سامه جدا. يعني لا الغاز, يمكن. الغاز المشي للدموع منتهي الصلاحيه منتهي الصلاحية. نعم نعم استاذ منتهي الصلاحيه ومصور منتهي الصلاحيه وعندما ما تنتهي صلاحيه هذه الانبوبه تحول الى الى غاز سام قاتل انا اصبت اكثر من مره انا شخصيا اصبت اكثر من مره بهذا الغاز وخلق والكثير من وعندما يحال المصاب الى المستشفى تتعقبه القوات جميل الشمري وتعتقله من المستشفى وتتعقب المصابين حتى طيب. الى الفنادق طيب دعني اذهب في فاصل ف... واعود لاكمل معك ومع بقيه ضيوفي هنا في الاستوديو اعزائي المشاهدين فاصل لكم مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى استاذ رامي ايضا سمعنا أه أه لا ادري أه ما نسب من تغريده للسيد الصدر ذكر ان هنالك مندسين في القوات الامنيه كما كان هنالك اتهام للمتظاهرين في السابق في البدء نحن نقول بصراحه العباره ان المؤسسه الامنيه ليست مستقله أوه. اليوم يعني هذا ليس بخس حق المؤسسه الامنيه لدينا كثير من المراتب والمنتسبين وذوي الدرجات في المؤسسه الامنيه يمتلكون الحس الوطني وهم لا يسمحون بهذه الاجراءات لكن التعدي على المتظاهرين لم يكن هو يعني لاول مره أوه. نحن شهدنا قبل سنين دخول بعض المتظاهرين الى المنطقه الخضراء واعتقد كانت تظاهر سلمي 100% لاربع سنين ما يقارب هؤلاء المتظاهرين يتجمعون من كل حدب وصوب من كافة المحافظات دخلوا للمنطقة الخضراء لم يعبثوا بها كمؤسسة تحفظ هيبة الدولة وكان وخروج صدر يعني أعتقد كان التحالف المدني وكان بعض الجهات وكانت بعض أطياف مختلفة كانت مليونية اه إذا اه هي اه تمثل شعب في كل الأحوال هي اه اه تمثل شعب اه جماهير دخلت مطالبة بحق حقيقي وخرجت في تلك التظاهر نحن لا نسأل العراقي بن يومه لا ننسى انه حتى في تلك التظاهرات كانت جزء من المؤسسه الامنيه والميليشيات المنطويه الميليشيات المنطويه تحت المؤسسه الامنيه تعرضوا للمتظاهرين بالضرب الحي اعتقد اعطي اعطي العراق كوكب من الشهداء دخلوا للمنطقه الخضراء ماذا اوصلوا رساله السلام ثم خرجوا إشارة إلى أن الشعب مصدر السلطات وهو الذي يعطي الحق الحقية لأي سياسي لأي تنفيذي لأي برلماني لأي حكومي فهي ليست خاطرة سابقة الأوان اليوم نفس الحالة المندسين لا نقول هناك شخص مندس دون آخر وإنما بعض القرارات نحن نقول أن الشخص محفوظة لكن الأداء من بعض المؤسسات الأمنية هي غير منضبطة أو نقول غير مهنية أنا ما قاعدين بمصر اللي هي شنو المؤسسة الأمنية مستقلة يمكن تعزل حتى الرأس الأعلى في الدولة نحن في العراق مؤسسة نقول جدا طبيعي أن تدخل ضمن اللعبة السياسية ما أشير إليه في الساحة البصرية رسالة إلى المؤسسة الأمنية أن لا تدخل في الملف السياسي وأن لا يدار في البصرة الـ الـ الوضع الخدمي والتنفيذي بأطر سياسيه. طيب ما احترقت مجلس محافظة يعني تمثل جدا الدولة. طبيعي ان يكون من ضمن المتظاهرين من دس انا قلت ان التظاهر يمكن ان تستغل من خلال التشويه أوه. لها أوه. يصبح مبرر لدى الحكم هذا موجود حتى في الدول الاخرى أوه. نحن مع المطالب المتظاهرين وفي نفس الوقت عدم تسييس مطالب المتظاهرين ولا تذهب بالاتجاه الخاطئ وهذه رساله للمتظاهر ان ضبط النفس والهدوء والحفاظ على الممتلكات العامة لأن الممتلكات العامة هي ممتلكات ممتلكاتك وممتلكات ممتلكات ممتلكات الشعب العراقي البصري يعني من 2008 التظاهرات والمشكلة تتفاقم بالتراكم نعم. كرة الثلج تحولت بالأمس جلست مع حيدر العبادي رئيس الوزراء قلت له بنص العبارة أنا لو حرك طائرات أمك ما تسوي لي شيء نص العبارة قلت لو واحد قلنا الغرفه ما تسوي يعني ها اليوم ها شيء سوى جيد جيد هو هذا السؤال الواضح على يحتاج اجابه واضحه اليوم لماذا تفاقم وتراكم الوضع في البصره تراكمه لان خط الفقر يعني فوق ال الف من مواطن البصر تحت خط الفقر 150 الف هم على خط الفقر البطاله قصمت ظهر المواطن البصري الماء المتسمم ذي النسب العادي والكيميائي ادى ل 23 الف حاله تسمم وعجز كلوي وحالات وفاه اضافه الى ذلك دخان البصره كله من الشركات النفطيه العملاقه التي البصره تغذي الشريان الابهر للماليه العراقيه، وماذا وجدت البصره؟ أوه. من ذلك اليوم لهذا اليوم، 50% من المنافذ الحدوديه لم تعطى دينار واحد للبصر الحكومة في البصره، اذا هذه التراكمات والضغط يولد الانفجار، درجات حراره ملتهبه، الجو ملوث، الحاله الصحيه، الهجره للموارد الحيوانيه. اليوم وين كهوار وين حتى الطيور هاجرت من البصر هذه الطيور هاجرت يمكن يعني ما تعتقد العرب كارب. هذه الاسباب هي ادت الى ما قال اليه الوقت هذه اسباب التراكم. طبيعيه اليوم أوه. انت احنا قاعدين في هذا الاستوديو تتوقع معناه اكو حرق استاذ فلاح استاذ فلاح أوه. احنا قاعدين بهذا الاستوديو ويمنع عنا الماء والاكل والكهرباء واشي هم الحاله الثوريه الحاله الهيجانيه الحاله الطبيعيه الوجدانيه الفطريه تؤدينا انه نغضب او لا ننقم أوه. على المسؤول أوه. اضافه الى ذلك كل هذه المتطلبات طيله هذه الفترات تواجه بالاستخفاف أوه. وتواجه بالتسويف وتواجه بالترقيم الحكومه أوه. الاتحاديه أوه. تصريحات وزير الصحه سياسه غير محمود بها من الموارد المائيه، خليه ازمه تبقى نص نهار والدور وجهها ترجع للحكومه الاتحاديه في بغداد، و آلاف درجه وظيفيه لم يرى من المواطن البصري اي شيء، ثلاثة تريليون ونص تطلق فورا فقط على الاعلام اللي هي يأخذ منها المغزى السياسي، انا اقول ما ادير في البصره في الاشهر السابقه هو عباره عن طرح سياسي فقط. لكي يعني هذا لا معناه, معناه الازمه باقيه في البصره، شيخ بعشيرتكم اكو من القوات الامنيه ومن المتظاهرين ايضا؟ بكل تاكيد عشيره كبيره يوجد فيها برلماني و... شنو الحوار اللي يدور يعني أه انتم مع من ضد من؟ انت عفوا استاذ فلاح ليش ركز على عشيرتي؟ اتشرف البصره كلها عشيرتي لا انا اسولف حتى بشكل الله يسلمك أه يعني بشكل مصغر اسولف عن قصه أه لا اكون, و... أكون واضح تكوينة الشعب موجود من ضمن عشيرتي من الـ القوات الامنيه اللي, اللي ضربت كل هم كلهم من البصره لو جايين من غير لا المحمد. ممكن من بعض المحافظات فهذا جيش هذا متنقل واوامر مرجعيه عليا للقيادات العسكريه مزيد. فالاغلبيه مثلا من قياده الشرطه هم من البصره أها. فمن عشيرتي اعضاء بلمان عندي واعضاء مجلس محافظه وقضاه عندي وضباط جيش يعني وضباط أنت شرطة. مره ينضرب لك واحد منا مره منها انا اسلفت مرة في <applause> سنه 2008 في فتره شغلة الفرسان وقتل السيد المالك انذاك، قلت له من الشهيد ومن القتيل؟ آه. هذا البزوني اذا كان بالقوات الامنيه والجيش والدفاع والداخليه وما شابه وهذا يكون بالجانب الاخر، آه. من الشهيد من القتيل؟ الان البصره البصره مالتي انا اخ البصره انا ابن البصره. من الشهيد من القتيل؟ أوه. وكذلك العكس على القوات الامنيه، هم اولادنا هم ما جاينا من خارج، ولكن احنا نريد من القوات الامنيه ان تكون الاوامر مهنيه نابعه مو من تحزبيه او طائفيه او جغرافيه مذهبيه، نابعه من جانب عراقي بحت، فلتكن الاجهزه الامنيه اجهزه خدميه وليس قمعيه وبالتالي تعكس سلبا من المواطن، المواطن تحدى هذا الشيء. أصبح يواجه الرصاص ويواجه كل شيء ولا ننسى العراق اترك الحروب الماضية تحديدا عام 1980 أصبح مراقب الدم في حرب الثمان سنوات ومن ثم حرب الأنفال وثم حرب الكويت والانتفاضة الشعبانية وإلى هذا اليوم العراق مليء بالدماء فاصبحت الناس لا تخاف من الدماء فلما تقول لي من الشهيد ومن القتيل ارجع لي الى منظومتين، منظومه كيف نضبط نفسنا احنا كمتظاهرين وناخذ حقنا ولكن للاسف الشديد ايضا المنظومه الامنيه كيف تضبط نفسها وتكون مهنيه وعادله حتى لا نخسر الجميع، هاي الحالتين متركزه على جانب رئاسه الدوله هو الاب الحقيقي للعراق. هذا الأب الحقيقي يخفق إحنا ننتظر أربع سنوات هاي الأربع سنوات وكأنه عندما تخرج هذه الحكومة نحمل أعباء وأخطاء على السابقين ونبدي بصفحه جديده أوه. يا اخي احنا ما عندنا يعني ماكو بناء الانتغر. بالتراكم يعني اللي يجي كل امه تنتهي على التي قبلها اكو نقطه مهمه عند بعض مسؤولين عند ما يجي لو كان استاذ فلاح قبل بالسلطه ولنفرض عمل بنسبه 40% انجاز المفروض من عماد البزوني يصعد بتدرج 41 وهكذا صعودا ولكن للاسف عندما يجي الشخص المسؤول وينجب من غير يبدا حزب. من الصفر من غير حزب طبعا لا دعنا من غير حزب هسه خلي الولاء للعراق ولكن يبدا من الصفر وهذه أه. المشكله طيب آه حسن اريد اسالك انت قلت احنا من 2008 نتظاهر ولم يستجب لكم، تعتقد هذا عمليه التصاعد هي اللي دفعت الحكومه الان باتجاه النظر بجديه لاصل المشكله؟ مره اخرى استاذ فلاح اكرر بانه مساله التصعيد لم تاتي من المتظاهرين بل اتت من القوات الامنيه وتحديدا تحديدا باوامر من قائد عمليات البصره والمولوتوف اللي وقع على مجلس المحافظه نعم المولوتوف اللي شلون احترق مجلس المحافظه؟ اولا مو مجلس المحافظه مبنى المحافظه لبنى. لبنى. مبنى المحافظه اولا <applause> يب, يب نبعد المتظاهرون يبعدون عن مبنى المحافظه حوالي نصف نصف كيلو يعني أوه. 500 متر الى كيلو. أوه. والمحافظه ايضا مبنى المحافظه محاط بحواجز كونكريتيه فمن المستحيل ان يصل اليه المتظاهر وخاصه الى الى المبنى الطابق الثاني يعني وداخله قوات امنيه ترمي على المتظاهرين يعني صعب جدا ان يصل المتظاهر ويرمي قنبله او اي ماده حارقه في داخل مبنى لانه بالتالي طب يعني, يعني آه هنا كانك آه توجه اصابع اتهام انت. نعم القوات آه نعتقد نعتقد نحن المتظاهرون بان القوات المتواجده في داخل مبنى المحافظه هي من آه احرقت المبنى. ليش؟ ليش, آه ليش لإشعال للي للي بتقديري لانه آه التصرف الاخير الذي آه اتى باوامر من قائد عمليات البصره. اراد ان يحجز أراد ان يخلق حاجز كبير ما بين الشعب البصري والقوات الامنيه والجيش، بالمناسبه ال 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 ليست ليس قوات الجيش فقط هي التي آه ضربت المتظاهرين بل, بل ايضا الشرطه الاتحاديه وبأوامر من ثامر الحسيني ايضا ابو تراب واستخدموا وا السلاح بشده حول المتظاهرين، فلذلك ارادوا بشتى الطرق ان يخلقوا حاجز ما بين المتظاهرين وما بين القوات القوات اللي اوكي يبدو انقطع الاتصال مع الاستاذ حسن، انا اسالك استاذ رامي يعني انتقال السلطه اداره المحافظه من حزب الى حزب، انا شخصيا انا سامعها من بعض المسؤولين ليس على البصره ولكن حتى على مستوى الحكومه هناك محاولات اعاقه لاداء وزير اخر ترتبط قضيته بهذه الوزاره تعتقد هذه الخلافات السياسيه هي واحده من انعكاساتها على البصره ما وصلت اليه البصره انا دائما اصرح من بدايه الازمه في البصره انه لا تجعلوا حلبه الصراع في البصرة سياسية. أعزل الملف السياسي عن الخدمة. وهذا اللي تكلمت معه مع رئيس الوزراء شخصياً. قلت ما يحدث في البصرة جاء يجعلونه سياسي وليس خدمي تنفيذي. يجعله هو نفس الحكومة كحكومة بكامل أطيافها بكامل أوه. تنفيذيها هسه ما شخص يعني أصبع الاتهام على شخص دون شخص آخر الجو العام والأطر العام لإدارة بلد اليوم جو تدار البصرة بمهنية سياسية أكثر من خدمة ليش؟ ليش؟ يكون أنه لأن كل مشكلة الماء التي هي القشرة التي قسمت ظهر البعير مشكلة التسمم في الماء وزيادة الملوحة أوه. كل الطروحات التي طرحت لم يطبق منها ولا مفردة واحدة من الخط الناقل من القرنة من تضيف زيادة طلاقات المائية من 75 إلى 100 متر مكعب بالثانية من قلعة الصالح القناة البدء للرواية وتنظيفها مشروع الياباني اللي كان 90 بالمئة ربط على الشبكة القديمة من مياه البزل من يعني كل هذا المحطات تحلية تصفية المنتنانس الصيانة للمحطات الموجودة كل هذه الطروحات لشهرين وثلاثة اشهر لم نجد لها اي شنو شنو الموضوع؟ هل هو خارق للعاده؟ هل هو شيء غير متاح؟ ليس لهذه الدرجه يعني ما حدث في البصره شيء تقول له خيالي اعجوبي انه ما مالح من شط العرب لا تستطيع الحكومه اطلاق زياده الطاقات المائيه يتعذر الحكومه الاتحاديه ووزير الموارد المائيه بانه عندي خزين مو اذا صارت حمى الكوليرا في 15 طيب. 9 كيف راح تحل الازمه وهذا الوباء طيب اليوم عندي ازمه في البصره خلينا نروح موجز اخبار واعود لأكون معك لان المشكله هي بالاساس مشكله بنيت بالتراكم لكن خطا لكن لم تعالج بصوره صحيحه خطا, خطأ وان كان التراكم خطأ. على خطا اعزائي المشاهدين موجز اخبار واعود اليكم تعامل القوات الامنيه يعني احنا بحيره من امرنا يعني ليش كل هذا يعني العنف والتصعيد في مواجهه هكذا مطالب مشروعه وهكذا مظاهرات سلميه تطالب بابسط الحقوق اللي هي يعني ما تعتبر يعني من الكماليات انما من اساسيات الحياه الكريمه كافي العالم ملت والله ظلم وصل ضرب للنساء. زين اسال ليش يعني ليش ليش انت مو جيش بالموصل عفت الموصل بس انت شادي شو طلعتوا؟ شريتوا؟ للجنوب هم اللي حموا الموصل هم اللي حموا ليش ولكم ليش؟ العبادي وينه؟ شايف العالم ملت عمي احنا اثنين شباب راحوا ليش؟ هو كل ما هنالم جاي يطالبون بحقوقهم الله اكبر عمي احنا ما جاي مين جايين منين جايين؟ عمي طولنا طولنا خلينا نطلع نولي خلينا نهج؟ عمي هاي البصرة هاي بقرة حالهم هاي, هاي يا مط الشهداء يا مطة عالم وخافكم من يطقون بناي من الله سبحانه وتعالى إن ننتصر عليكم ونشرد ونعود يوم عن يوم بقوة اطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين السلميين مما سبب حالات استشهاد كثيرة في محافظة البصرة اليوم نحن نحذر الحكومة يجب أن تتصرف تصرف عقلاني والا اليوم ستنفلت الامور ولا يستطيع احد السيطره عليها واليوم الشباب ترونهم يغلون والشارع البصري يغلي الرجاء الرجاء بقاله جميل الشمري. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى استاذ رامي سؤال ربما يخطر بالبال هناك كم من السلاح لدى العشائر هناك احزاب لديها ايضا اسلحه هناك مجموعات مسلحه ايضا تمتلك اسلحه مع هذا الفوران الا يقلقكم هذا الامر في اي لحظه ان تكون شراره لتحترق البصره بالنسبة كم من الأسلحة أنا ليس من المختصين الأمنيين يعني أنت بصراوي. أنت بصراوي لكن بصراوي يعني كل عشيرة أسأل واضح شيخ عمادي يعني يعرف لا ليس لدينا جرد لكن نحن نقول أن البصرة العراق بصوره عامه، البصره بصوره خاصه، منطقه مفتوحه، أوه. ليس مستتبه الامن، حدودها مفتوحه، أوه. يعني اليوم انت لما تطوق عده وعدة السلاح في منطقه، أو تحصرة وتاخذه، يعني انتهي السلاح في البصره؟ أوه. لا هناك مافيات وهناك حدود منفلته وهناك قوه تدخل السلاح وتخرج، لذلك نحن دعينا حتى في تحالف سائرون، السيد مختص الصدر قال بملء الفم: انا اطالب بالزج الفصائل المسلحة من هيئة الحج الشعبي المنضبط تحت السلكية الداخلية والدفاع أوه. حتى يكون شنو هناك تقنين للمؤسسة العسكرية أوه. اليوم تعرف أن آلاف من التعداد الحج الشعبي والفصائل المسلحة التي سألتني عليها أنه هي شنو منطوية للفتوى الجهادية في المناطق الأخرى ضد داعش لكن في المستقبل القريب إلى ماذا تقول لي هذه الفصائل 100% سفل كله هنا انعكاس سلبي لذلك كانت بادرة سابقة الأوان أن السيد مخطط الصدر جمت كل تشكيلات سرايا السلام في العراق ووضعها فقط في المناطق الملتهبة أو المناطق العسكرية اللي قطعها السلام يعني ما عندكم مخازن نحن اليوم هناك هيكلة تامة أصبحت أنا ليس متحدث عسكري لكن أقول بما أن تكلمت عن الواقع السلاحي خنسمي في البصرة الوضع غير مستتب أمنيا تستطيع أن تقول أن الوضع مستتب أمنيا في البصرة؟ انا من بغداد انا اشوف الوضع آه أوكي. قابل خلينا انا مقدم وانت ضيف اليوم جدا مهم ان نقول بانه الوضع غير مستف في البصره العشائر تمتلك السلاح الفصائل المسلحة تمتلك السلاح الحدود مفتوحه اليوم ثقافه الفعل وردة الفعل يعني موجوده كلنا وكم مخدرات نعم. واكو امراض نعم. تحتية كل شيء شي موجود في البصره ماذا سيفرز هذا كل شيء موجود في <applause> البصره ماذا سيفرز هذا اليوم يفرز يفرز من قمه المعاناه ثوره متعدده الابعاد غير منضبطه تقلقكم هاي تقلق الجميع تتوقع نحن 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 في نواب البصره انا في البارحه في مؤتمر صحفي حذرت من عواقب وخيمه وقلت يا حكومه اتحاديه يجب ان تتحذر من العواقب الوخيمه كون تجاهل المواطن البصري وتجاهل المطلب البصري سوف يؤدي إلى انفجار ليست رسالة تهديد وليست إشعار وإنما قراءة واقع وإنما هذا واقع اليوم عجبت لمن لا يجد قوت في بيته كيف لا يشفر سيفه هذا منظر اقتصادي في يوم من الأيام كأبا ذر. لكن نقول اليوم جوزيف وستالين وليني كلهم يقولون أن الشعب عندما تتحاصر من الجوع والوباء وضع الوضع في البصرة لا يطاق لا يطاق للحيوان فكيف للإنسان طيب. كثير من المواشي ماتت بسبب الماء المالح كثير من النخل مات بسبب شيخنا كثير مات من الماء المالح أوه. الناس تموت تستغيث البصرة تموت أوه. البصرة تموت كلها في ذمة التنفيذين كلها طيب. في ذمة المسؤولين شيخ دائما نسمع ان المشكله دائما في البصره هي مشكله التحاصص في مجالس المحافظات وربما تكون معيقه لبعض القصص التنفيذيه لتنفيذ مشاريع صحيح هذا؟ تكوينه المجلس بالمحافظه هو برلمان مصغر عن البرلمان الكبير في العراق وبالتالي أفرزت هذه الشخصيات بالانتخابات نتيجة كيانات سياسية ومثبته لدى المفوضية، وبالتالي هذه الكتلة هذا يعني عددها وهذا التحاصص يعيق نعم الأداء نعم هذا يعيق في بعض الحالات لربما أنا أعمل بالأقلية والناس تركز على الأكثرية أو الكتلة الأكبر أنا استغرب من هذا أنا عراقي أريد أعمل لو كنت وحدي في هذه القائمة ومرشح مستقل على سبيل المثال وكفاءتي نزاهتي افضل من عشره وبالتالي اهمش هذا واحد ارجع الى موضوعك نصا عندما نظرنا الى بعض الاخفاقات في مجلس المحافظه وان كان كلامي بعض الخشن ولا يتحمل البعض حاولنا الى ذهاب للاقليم حتى نطالب بحقوقنا الحقيقيه وليس البسيطه لقمه العيش والعمل وكل الامور جوانب الاخرى ذهبنا الى جانب الاقليم ما تعدكم موازنات واكو صلاحيات لو تسمح لي مجالس المحافظه اكو موجوده, موجودة, موجودة بغض النظر عن يعني يشتري راح تسوي هم نفس الشيء ردنا جانب الاقليم حتى نقدر نعيش البصره بكرامه ونعطيها حقوقها المسلوبه من من اكثر ما من تعدكم من موازنه سنة. شيخ نعم موازنة عندي موازنه بصر. موازنتي إيه؟ ما تكفيني أوه. انا البصره على واقع التعداد يعني 3 يعني ما مليون ماكو فساد ماكو فساد قبل ما اوصل الى الفساد انا واقع مدينتي على التعداد 3 مليون او ربما اكثر ولكن على ارض الواقع يتجاوز 6 مليون نسمه هذا جانب فمن طالبنا الاقليم سوت الحكومه الاتحاديه اعطتنا نظام قانون ال 21 المعدل اي بعض الصلاحيات لربما سكتنا بعض الشيء ثم طالبنا من جديد وكانه ابرة مورفين في واحد بترول دولار او خمسة بترول دولار وبالتالي لم نستفد منها انا اركز على نقطه واحده أتمنى أن يكون منصب المحافظ منصب في جانب نظام الحكم المحلي السابق نظام الحكم المحلي تشريع تنفيذي تشريع تنفيذي لا يكتب المحافظ نرجو بل يكتب قررنا أوه. نحن قررنا ويخاطب جميع مؤسسات الدولة الحاكمة في محافظة البصرة وبالتالي تفرز هذا العمل حتى نصب مسؤوليتنا على السيد المحافظ يعني انت تريد حل مجالس المحافظات نعم نعم اطالب بحل مجلس المحافظه فبالتالي يكون هرم واحد ويكون نواب اثنين ويكون درجه معاون محافظ للشؤون الاداريه والفنيه والثقافيه وهذا خلاف للدستور شيخ عزيزي والدستور هو من نازل من السماء؟ احنا كتبناه يعدل الدستور هو ليس بقرآن مشرف هذا الدستور أنا وانت وبعض العقلاء كتبوا هل يوجد به اخفاق نعم يعني هو عاده الدساتير هي وثيقه عهد ما بين الناس كل العالم عندها دساتير وحتى اوفي بعهدك وانطيني وانطيني جانبي جانبي البسيط، الآن أنت خليتني أتنصل عن الوظيفة وعن البناء وعن التطور وبعض الدول المجاورة الخليجية تتنافس على بعض المشاريع العملاقة، أوه. وأنا لا يوجد مي للشرب؟ والله طيب أه من المعيب هذا. أه أه شو تقول أستاذ رامي يعني أه يعني أه مشكلة الماء أه الآن أصبحت هي أه الحدث الأكبر في حين وطبعاً هي إفرازاتها الأمراض وإفرازاتها أه تعتقد اكو حلول سريعه ممكن مو على صعيدك الشخصي وانت عندك قدره انه تسوي او الاخرين الان بهذا الاداء الحكومي المشكله ستتفاقم لو راح تنحل في البدء اللي هو مشكله المال لم تكن هي مشكله انيه لهذه الايام او لهذه الفترات الاشهر الاخيره مشكله دراسه بريطانيه انجليزيه تقر بانه هددت من مخاطر ملوحه الشط العرب قبل 40 عام اضافه للمخلفات الكيميائيه انا قرات دراسه في سنه 1969 تحذر من انه الملوحه في شط العرب سوف تكون كملوحات البحر. أوه. هذه دراسات يعني مستفيضه المد الملحي واللسان الملحي والمشكله لا تخص محافظه البصره، سوف تعم المحافظات الشماليه العماره والكتوة هلم جره. اذا هذا من اجى؟ اجى من من الحكومه انا اتفق مع شيخ احمد كامل الاتفاق انه اتى من من حكومات محليه خرمه متلكئه كانت تعيش جو من الميزانيات الانفلاقية الانفجارية تأخذ التريليونات وما تعرف وين تروح ماكو مشروع استراتيجي قائم في ماسه كل دول متقدمة تجيب مي البحر تعالج الصفي وتحلي الصفي وتحلي في نفس الوقت مو مثل المحطات اللي صارت بالبصرة 2008 فقط تحلية تصفية هذا الماء به نوع من الطين فما عندنا مشروع استراتيجي واحد مشكلة الماء ليست مشكلة عويصة لكن الحكومه لا لا تريد ان تمتلك الاراده الحقيقيه اول شيء مشكله الماء ليست هي آنية هذا ثبتناه نقطه جوهريه الحلول لهذه المشكله لم تكن باراده قويه على 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 جدول الاعمال والتطبيق انا ذكرت من بدايه الازمه في البصره بملوحه المياه طرح مجلس المحافظه كانه مجلس يعني جدا راقي في التنظير والتطبيق كانه طوكيو وكثير <applause> من المفردات لحل ازمه ملوحه المياه شنو تطبق، شنو اللي سواه؟ مفرده واحده لمعالجه المياه في البصر ما سواه مفرده واحده. اذا انا اعيد لجوهر الكلام ومحور الطرف. يعني انت تايد الشيخ انه تريدون تحلون مجالس المحافظات. ليس بهذه الطريقه، <applause> وانما نقول آه اليوم هناك بعض التجارب فاشله في اداء الحكومات. خلينا نروح يعني ب... ليس بالضروره فاصل إليك. اخير واعود لاكمل معكم اعزائي المشاهدين فاصل اخير واعود اليكم. مرحبا بكم معاذنا المشاهدين واعتذر للناشط الاخ حسن اسف تاخرنا عليك استاذ حسن اريد اسالك الان ما بعد التظاهر ماذا سيكون؟ نعم استاذ فلاح بس انا اتمنى عليك استاذ فلاح ان نركز على مساله التظاهرات والجريمه التي حدثت بالامس والامس الاول استاذ حسن يبدو ايضا انقطاع الصوت مع استاذ حسن عفوا انا قاطعتك بس انا حقيقه خلينا نسولف بشكل واقع حتى يسمعنا ويشوفنا ابن البصره انتم عندكم مي مشكله بالمي عندكم مشكله بالبنى التحتيه عندكم مشكله بالكهرباء عندكم مشكله بالبطاله عندكم مشكله بالجفاف عندكم مشكله بالدخان المتصاعد عندكم كثير من المشاكل، هذه المشاكل هل تاتي حكومه تمتلك العصا السحريه لكي تحل كل هذه المشاكل في ال واحد؟ يعني انه نقول الـ 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 الامور بالخير تاتي تتابعا او كما يعبرون، نحن لا نقول ان الحكومات التي تقبل هي تمتلك العصا السحريه، لكن نجد التلكؤ في كل الملفات وهذا يغيظ المواطن العراقي البصري تعتقد يعني تعتقد مقصوده لو هي ما عندها قدره الحكومه والله يا استاذ فلح الله لو يخلصنا من المكاسب والمغانم السياسيه لعاش المواطن العراقي ببراحه وامتياز يعني شنو تشتغل يعني اليوم جدا نقول بانه ما يحدث في العراقي هي ارادات سياسيه واروقه سياسيه تدير هذا البلد على حساب, على حساب المواطن طبعا من اشكل المشكلات توضيح الواضحات جدا جدا طبيعي اليوم تقول لماذا انه يعاني المواطن العراقي؟ أوه. لان هناك كثير من المغانم والمكاسب السياسيه والقرارات أوه. من خارج السور وداخل السور هي مؤثره على الوضع المعيشي أي. للمواطن العراقي. خلينا نرجع للاستاذ حسن لانه ظلمناه بالمحاصصه البصريه. استاذ حسن اسف على مره ثانيه انقطع تفضل. استاذ حقيقه انا تارك التظاهرات وجاي الى انه اوصل يعني اصوات يعني بعد هم بعد اعتذر لك اعتذر لك يعني اعتذر لك تفضل لا لا بالعكس لا لا لا, لا بالعكس استاذ المهم ربما هناك خلل فني يعني انا اتمنى عليك استاذ انه نركز على مساله الجريمه اللي حدثت امس والامس الاول يعني لانه لولا التظاهرات لما كنا اليوم الان في لقاء برنامجكم الكريم التظاهرات تحديدا والجريمة وعقاب هذه الجريمة ومن المسؤول عن هذه الجريمة وإلا, وإلا الحديث عن, عن أوضاع البصرة فأوضاع البصرة كارثية وحتى المشروع الذي ذكره الأستاذ رامي مشروع القناة البدعة المياه البدعه هذا المشروع حقيقه بائس يعني صرف عليه 450 مليار دينار وهو مشروع بائس، على كل حال انا لا اريد ان اتحدث الان حول هذا الموضوع وموضوع المجالس وراينا في المجالس وراينا في المنظومه السياسيه، انا انا موجود الان لاتحدث عن التظاهرات والجرائم التي ترتكب بحق البصريين. نعم تفضل. فاتمنى ان نعم. تفضل حدثنا الان كيف تقرا الاجواء الان في التظاهرات؟ لا زالت التظاهرات مستمره واليوم خرج مئات الشباب والتحق بهم ايضا شيوخ العشائر وعلى راسهم الشيخ ضرغام المالكي معهم الان في ساحات التظاهرات يعني اعتقد بانه مخطئ جدا من يعتقد بان الرصاص يحيد عن اسمع انا انا الان جالس واسمع الاطلاقات الناريه بدات الاطلاقات الناريه على المتظاهر بدا مخطئ من يعتقد ان المتظاهرين يحيدون عن مطالبهم او الانسحاب من ساحات التظاهر لانه لان القضيه لدي مصيريه هذا قدرنا هذا حياتنا الان وصلت الى وصلت الحياه بنا الى العدم في البصره يعني من غير المعقول ان تكون البصره بهذا المستوى وهي وهي التي ترفض الموازنه العراقيه من 80 الى 50 85% من 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 قيمتها أوه. فليس من المعقول ان ان تصل يصل بها المستوى الى هذا الحد بحيث لا يمكن ال 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 حصول المواطن البسيط على الماء الصالح للاستخدام اليومي فضلا عن الشرب أوه. طيب بالتاكيد طيب ماذا بعد طيب التظاهرات اذا اذا بالتظاهرات ما استجابوا لكم شنو راح تسوون وراها سنستمر في التظاهرات سنستمر هناك 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 قضيه مهمه نحن نحن دائما ولا زلنا مع التظاهرات السلميه لكن اذا صعدت التظاهرات تجاهنا اذا يعني احنا تلقينا الرصاص بصدور ف... بصدورنا يعني من المفترض على الحكومه الاتحاديه وعلى قائد قوات القوات المسلحه ان يعي حجم هذه الجريمه التي ترتكب بالبصره لانه لن يكون بعيدا عن المسؤوليه حسب القوانين الدوليه حسب حسب احكام ميثاق روما هو لن يكون بعيد عنها وحسب القانون ايضا العراقي المعدل 111 وحسب قوانين العقوبات العراقي لن يكون بعيد عن المسؤوليه قائد القوات بل على العكس هو على راس المسؤوليه وحتى لم يكن هو هو الامر في 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 اطلاق هل نعم؟ حسن استاذ حسن هل لمستم هنالك تعاطف من القوات الامنيه معكم؟ بالعكس القوات الامنيه طبعا تعرف أن القوات الامنيه تنقسم الى يعني قوات شرطه وقوات رد السريع وقوات سوات وجيش قوات الشرطه بيننا إحنا يعني احنا المتظاهرين نحاول نحميهم حتى من قنان الغاز وممكن تسالوا وهذه موثقه موثقه يعني تسجيليا الو يعني ألو؟ القوات الامنيه بين المتظاهرين الان قوات الشرطه بين بين نعم الشرطه بين المتظاهرين ونحميهم من 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 قنابل قياده قوات قياده العمليات البصره وبالعكس حتى يعالجونهم الشباب ب... لانه طبعا تعرف هذا الحاجه ام الاختراع حسب المثل العراقي يقول فاحنا يعني اصبحت لدينا خبره في تجاوز م... هذه خلقنا يعني تصور انه البيبسي اصبح مهم جدا بالنسبه لنا نعالج انفسنا بالبيبسي. هذه القنابل المسيله للدموع اذا القنابل اكسباير شو تخلون غير البيبسي؟ أمره ومن هالقبيل هذا آه. وعليها و... ابتكرته ابتكرنا نعم ابتكرنا نعم ابتكرنا وطبعا نسائنا نسائنا البطلات كانت معنا وطبعا عالجن الشرطه يعالجوا الشرطه من 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 عندهم مو من عندنا وبيننا اخواننا هم وحتى صار. الذين يطلبون اخواننا المفروض اتمنى لكم السلامه ان شاء الله واتمنى على الحكومه العراقيه ان تستجيب لمطالب البصره التي اسماها البعض بالمحافظه المنكوبه، انا اشكرك شكرا جزيلا واعتذر لك بسبب الخلل الفني الذي حصل، لك السلامه ولجميع الزملاء ولكل ما موجود في البصره، اعود اليك استاذ رامي آه 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 هذا الاحتقان الذي يتحدث عنه آه أيضا أستاذ آه حسن تحدث عن أن قوات الشرطة في وسط آه المتظاهرين وبالتالي هي المعاناة واحدة يعني طبعا أنا قل في البداية قلت في البدء اللقاء أنه ما يسقط من دم أو من جرحه هم الخسارة الأكبر هو للعراق أعتقد الطرفين هو إنسان عراقي له حرماته وله حمايته وله دستور وحمايه ضمن هذا البلد أوه. لكن اتفاجئ لحد الان لم تسألني ما هي الحلول. أوه. الحلول لهذه الازمه في البصر يعني, يعني بعد انه شخصنا وانثرنا وعطينا يعني الحقيقه تحدثنا الان الحاله الموجوده الان في البصره احنا حلول ما بس دقيقتين الحلول انا أتلخص بسطر واحد الحل يجب اتخاذ البصره عاصمه اضطراريه ان تنتقل حكومة المتحادية المتمثل يعني يعني لأن لأن الحكومه المتحادية الاتحاديه المتمثله برئيس الوزراء وكافه الوزراء المعنيين بغداد والله يعني حكومه اضطراريه لان يحل الملف الامني والخدمي والصحي والبيئي في البصره شيخ باقي دقيقتين لك اتمنى مكمل الى اخي الاستاذ رامي ان تكون خطه طوارئ ماليه يصرف على الاقل مبيعات اليوم واحد للبترول ويعطى ضمن لجنه ويودع في بنك على الاقل تي بي اي او اي اي جاذب وتبدا بعض المشاريع السريعه الانيه الذي ما تاخذ اوقات كثيره حتى نقدر في نفس الوقت يجب ان يكون شخص او اكثر من شخص اطابق رأي الاستاذ رامي يكون متواجد في البصرة ويحمل المسؤولية وبالتالي حتى نخفف الأعباء ولا تكون وعود كاذبة كما سمعناها سوف نصدر الكهرباء وسوف تصل بطاقة تموينية وسوف سوف وبالتالي لم نجد من هذه الوعود إلا حبر عن ورق أوه. فوصلت المرحلة إلى الشارع البصري للغليان والنهائي لم تكن شخصية حقيقية تتعهد وتوفى في هذه تعتقد الف... أكو <applause> نعم, نعم، أو توجد أو أو. نتامل من هذه يعني اكو حلول استاذ رامي يعني اكو حلول يعني طبعا الحلول متوفره عند الحكومه الاتحاديه يجب استنفار كل قوى الوزارات المعنية فشوة و... <وصفيق> خلية أزمة خلية أزمة بقت نص نهار بالبصرة ودارت وجهه وراحت هذا خلية الأزمة حتى يكون المطلب البصري يواجه بالاستفاف هذا اللي صار وأطلاق عشرة آلاف درجة وظيفية لم ينال من المواطن أي شيء و و3 تريليون ونص اطلقت على الإعلام مغازلة طيب أه، 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 سقوط المتظاهرين ما راح يفاقم التظاهرة ويكون سقف المطالب أكبر طبعا اليوم المطالب البصري عندما كانت تطالب بملوحه الماء ومعالجه ملوحه الماء اليوم تطور سقف المطالب الى التعيينات ونفي البطاله ثم الان يجب فتح تحقيق فوري بالدماء التي سقطت طالبنا حتى في اتحادهم فتح تحقيق فوري بالدماء التي سقطت والدعوه الى التهدئه من الطرفين أه شكرا طبعا الطرف في الـ البصره كبير من خلال منظركم الى السيدة عديله حمود وزيرة الصحة بمطلب عدم الاستخفاف بالمواطن البصري لطفا والجانب الثاني شير ممكن تستنفر بعض الاطباء وبعض الادوية من جميع المحافظات الى البصرة حتى شكرا تبين لك يا من الجميع ان يسمعوا شكرا لك يا وانا ايضا اشكر الاستاذ حسن واعتذر له مرة اخرى اتمنى السلامة للجميع وتتحقق امنيات اهالي البصرة بان يكون هنالك ما يحفظ كرامه وانسانيه الانسان البصري وجميع العراقيين التقيكم في حلقات مقبله الى اللقاء